بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بكم في قناتكم التمريض والطب، ومع فيديو جديد وهو بعنوان إنقاص الوزن. وإنقاص الوزن ده محاولة من الإنسان لتخفيف من وزنه، وعلشان يحسن صحته ويكتسب الرشاقة والخف، ولكن يجب أن يكون على أساس علمي من خلال تغيير الطريقة بتاع تناول الطعام واتباع نظام للطعام ترتاح له النفس، بحيث لا ما يحسش بالجوع ولا الحرمان من أي طعام هو بيشتهيه. في أنظمة كتير لإنقاص الوزن، ولكن احنا هنا هنتبع نظام صحي مثالي على أساس علمي وهيستمر فترات طويلة. يلا بينا نشوف الحكاية. طول الوقت عمالين نسمع أنا ماشي على كيتو، أنا ماشي على بروتين بس، أنا ماشي على مية، في ناس دلوقتي ماشية على مية، كلام كتير جدا. نحط في دماغنا إنه أي نظام هيشيل مجموعة من الأغذية الصحية من نظام الأكل ده نظام غير صحي لمدة طويلة. بمعنى، هي إيه الفكرة وراء البروتين أو الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع نظام من الأنظمة الكويسة، طبعاً ما أقدرش أقول عليه حاجة، لأن أنت بتاكل كل حاجة بس في أوقات أكنك صايم، والصيام إحنا عارفين إن هو من الحاجات الصحية لأنه بيحفز الجهاز المناعي أدام الواحد يقدر يصوم. لكن المشكلة عندي في حكاية البروتين بس أو آكل بس دهون بس. فكرة البروتين والدهون فكرة قايمة على أساس علمي، بس للأسف خرج بره السياق بتاعه. إحنا عارفين إن كل إنسان عنده مستويات من الحرق، مستويات الحرق بتاعت أي إنسان بتتوقف على إنه ولد ولا بنت، السن بتاعه، الأمراض اللي عنده، مستوى الحركة بتاعته. بعد كده أنا بعمل نشاط رياضي، وبعد كده أنا باكل إيه. البروتين بيحرق أكتر، وبعديه الدهون، وبعدين النشويات. يعني إيه بيحرق أكتر؟ بيحتاج وحدات حرارية من الجسم للحرق أكتر. فعشان كده الناس ربطت إن أنا لما بمشي على بروتين بخس أكتر. بس عندي الجسم، أنا مش لوحدي، أنا في حاجة اسمها الكلى. لو فضلت أكل بروتين أكتر من إمكانيات الكلى هخش في مشاكل في الكلى. فالبروتين ده ما أقدرش أمشي على نظام بروتين لوحده أكتر من شهر وبإشراف طبيب، لأسباب، عندنا أسباب طبية. الكيتوجينيك دايت اللي ماشي دلوقتي اللي هو الدهون، الكيتوجينيك دايت ده إحنا بنستعمله في الولادة اللي عندهم مشاكل زي التشنجات الغير مستجيبة للأدوية. وكان فكرته ان هو بيحول السكريات لحاجه اسمها كيتون بودي. كيتون بودي في الظروف العاديه مش صحي، لكن هو بيخلي النشاط بتاع المخ يقل، وعشان كده احنا بنستعمله كنظام علاج. لكن ما ينفعش ان انا امشي عليه في حياتي. اول ما بشيل النشويات، لو رجعت تاني، رجعت لنظام حياتي الاولاني، ال 30 كيلو اللي خسيتهم في الشهر هرجعهم تاني. كل الابحاث العلميه اثبتت ان النظام الوحيد اللي يفضل الواحد بيفقد وزن هو النظام المتوازن. لازم حضرتك تاخد احتياجاتك الغذائية وتمشي من نص ساعة لساعة في اليوم. لو أنا عايز أخس، الدكتور بيعمل لك نظام غذائي بيقلل لك حوالي 500 وحدة حرارية من النظام الغذائي، وتمشي 500 يعني تمشي نص ساعة، ده بيعمل لك فقد حوالي 7000 وحدة حرارية، يساوي كيلو. كل كيلو عشان أفقده عايز 7000 وحدة حرارية، في منتهى البساطة. ده لمين؟ للناس الكبار. لكن الطفل لو انا بخسسه ما ينفعش اعمل معاه كده. ليه نظام غذائي تاني ممكن نتكلم فيه بعد كده لما نتكلم عن سوء التغذيه. الاكل المتوازن ان انا اكل زي ما قلنا كده، نص الوجبه بتاعتي نشويات، ما تكونش نشويات من النشويات اللي هي عيش ابيض ورز ابيض وحاجات كده، نبتدي الحبه الكامله في كل حاجه. العيش يبقى غامق، بس مش العيش سن. معظم السن ده في الفرن بيحط عليه سكر ويحط عليه عسل اسود، فانا مش عايزه اعيش سن، انا عايزه العيش الغامق اللي فيه حاجه مهمه جدا اسمها الفايبر. الفايبر الموجوده دي او بنقول عليها الالياف، دي حاجه مهمه جدا للحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم. عشان كده دايما اقول للواحد ايه، لما تحس ان انت جعان خد حاجه فيها فايبر، بس مش فاكهه كتير لان فاكهه فيها سكر. يبقى نظام المتوازن ناخد نشويات نص الطبق. النشويات دي ممكن تكون حته بطاطسايه مسلوقه لان دي اكتر، ولما تبقى بارده كمان بتبقى أحسن من لما تبقى سخنة، بتبقى نسبة الفايبر فيها كويسة، ما ترفعش مستويات السكر. ومعلقتين الثلاثة رز بتوعي مع الخضار ومع الإيه، أنا مش بحرم الناس من حاجة، ده المتوازن وده اللي هقدر استعمل. لو حضرتك أي حد بيمشي على نظام اللي هو بيشيل مجموعة بحالها اللي هو الدهون مثلا، أو اللي هو يومين موز ويومين زبادي وكل الأنظمة الكارثية دي،
كلها الجسم ما بيقدرش يستحملها لمدة طويلة، يرجع الجسم في حالة من الجوع. بنعمل حاجة اسمها اليويو اللي احنا كنا بنلعب بيه واحنا صغيرين، اللي هو ايه، انا خس 15 كيلو وارجعهم 20 كيلو، عايز اغير. انا لقى نفسه وزنه زيادة، ما صحيش من النوم لقى نفسه كده، انا بقالي 10 سنين وزني زيادة. لو التزمت بنظام غذائي صحي مع حد متخصص محترم، انا هفقد الوزن اللي زدته ده في سنة، مش لازم افقده في شهر لان هرجعه بسرعة. هي القصة كلها عايزة بس الناس تقتنع بالحقائق العلمية.